اهلا وسهلا بكم اصدقائي متابعي سبارتا سي ان سي ورك شوب. بعض الاصدقاء بالعراق يراسلوني ويشكون من صعوبه تحصيل جهاز الحارق على الخشب او نوعيه جيده ذات كفاءه عاليه، وحبيت ان ابلغكم بتوفير كميه من هذا الجهاز في بغداد، قمت بشحنها من الدنمارك. طبعا الجهاز الماني المنشا ماركه تول كرافت، تاتي معه 22 قطعه من رؤوس الحرق العريضة والمدببة أيضا والطبعات الجاهزة. ويستخدم هذا الجهاز للحرق على الخشب والورق والنقش على الجلد، وأيضا يستخدم لقص الفلين. طبعا توجد خدمة توصيل لبقية المحافظات. للاستفسار عن السعر يرجى مراسلة الأخ علي العراقي على الرقم أسفل الشاشة، ولمراسلتي للاستفسار عن أي سؤال يخص الجهاز أيضا يرجى مراسلتي على واتساب الرقم الموجود أيضا أسفل الشاشة. تمنياتي لكم بالموفقية والنجاح. شكرا لكم، كان معكم أخوكم محمد من سبارتا سي ان سي وركشوب، في أمان الله.